اسكندر الكبير يا ورال. ملك مقدونيا. مين اسكندر اللي قتل الرئيس؟ إذا أنا بعيش تعرف. أنت بتعرف كل شيء وما عاد في شيء لازم تعرفه، وما عاد في داعي تبقى عايش. خلصنا منه عبد الحي. شوف يا جنكيزي، أورال مات والرئيس كمان مات. صار نحن اللي لازم ندير هاي البلد. شو بتأمروا سيدنا؟ الكتاب الأحمر اللي بين إيدين الختيارية لازمني يا جنكيز، ما لازم يوقع أبدا بإيد مراد على مدار. وافت المنية رئيس المخابرات السابق إثر أزمة قلبية حادة، وستتم الصلاة عليه في جامع بيبك، ومن بعدها سينقل إلى مقبرة العائلة في زينجر لكوي. نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل. شو ألبير، هيك القضية بدها تتسكر؟ ما في مجال لشيء تاني. الدولة ما فيها تصريح أنه رئيس المخابرات تم اغتياله. ليش؟ الاغتيالات اللي بتصير لرؤساء الدول ما بتصير كمان لرؤساء المخابرات؟ الأحداث اللي صارت بالفترة الأخيرة عملت ضغط كبير، وبعد ما قتل الرئيس بينخلق حالة ذعر. يمكن هيك فكروا الكبار. يعني قصدك بالكبار جنكيز؟ بالنتيجة الرئيس هلأ جنكيز، حتى لو كان بالوكالة. ألبير، وورال عم بيقول إنه الجاسوس هو جنكيز. بس هذا مستحيل. انت سمعت بنفسك لما تم اقتراحه لجنكيز. عبد الحي كمان سمع لما وورال اكد انه الجاسوس هو جنكيز. سافل وورال بيعرف مين بده يجي محله لما يموت، لهيك حب يخرب عليه. بعمره وورال ما فكر غير بحاله وبس، حتى ولو بيعرف انه بده يموت، وخاصة بعد ما خسر اصابعه. بيضل جنكيز شريكنا بالقضية، لأنه كان شريكنا بكل الظروف ورفض كل مغريات وورال. جنكيز ما ممكن يكون خاين أبدا. وهلأ جنكيز شخص وصل لأعلى المناصب، ليش حتى يكون خاين؟ وانت شو بتسمي خيانة وورال؟ وورال واحد وسخ بالأساس.
ألبير أنا ما عم وجه هاي اتهام، أنا عم قلك اللي سمعته وأنا عم جاوب على اللي بعرفه. فيك تشك فيني بس جنكيز لا. طيب بظن إنه مع الوقت ومن تصرفات جنكيز فينا نعرف إذا كان حكي وورال صح ولا لا. أنا شخص بينتبه كتير لهيك ما بظن. شو معلوماتك عن اسكندر الكبير؟ اللي بعرفه إنه موجود باسطنبول. لمين تابع؟ هو شخص طموحه كتير كبير لهيك ما نو تابع لحدا. له علاقة بالرئيس؟ الرئيس ما كان يحبه لأنه مفكر حاله شغلة، وكان يقول كمان ما عم بفهم ليش لهلأ متحملينه. متحملينه؟ واحد شغلته وعملته الوساخة آخر مرة نفوه، حتى الرئيس تفاجأ برجعته على اسطنبول. بتشك انه هو اللي قتل الرئيس؟ وانا شو بيعرفني ألبير؟ خلي جنكيز يسأله او يدور على اللي قتله. بعدين وقت اللي نقتل الرئيس ما حدا كان بيعرف مكانه غير انت وكامل وبس، واللي قتله ما ترك اي دليل قوصوا بظهره. بظن انه الرئيس والقاتل بيعرفوا بعضهم منيح. القاتل ترك سلاحه ومشي وما كان مستعجل وما كان خايف من اي شيء. لنفرض انه اسكندر هو القاتل، اذا لاحقناه البلد رح يغرق ببحر من الدم. هو قوي كتير وجماعته بيحبوه للموت. اسكندر عنده 100 طريقة ليحمي حاله، وهلأ ما فينا نعمل شيء. قصدك انه اقوى من الدولة؟ هيك شيء. والكبارية اللي كان رح يخليني يشوفهم الرئيس شو عم بيساووا؟ وصلهم خبر باللي عم تقوله؟ بس تشوفهم فيك تسألهم بنفسك، حابب أعرف جوابهم. طيب ألبير شوفك بالجنازة. معلم ليش نحن بدنا نروح على جنازة؟ إذا نحن ما قلنا كلمتنا بالجنازة يا عبد الحي مين برأيك ممكن يقولها؟ هدى؟ بدي أحكي معك ضروري. ماشي بس أنت شو عم تساوي هون؟ نبهتكن 100 مرة إذا إجا حدا بتخبروه دغري. عبدو بس كمان بتنبهونا انه ما نقطع عليكم الاجتماع. اللي شو نعمل؟ بيجوز المعلم هو اللي بعت وراها مشان تجي بعيد الحب. بلا علاك فاضي، مو ناقصه المعلم الا يحتفل بعيد الحب. هدى نحن ما عم نلعب هون. بعتك تدرسي بمدرسة داخلية برا البلد وفجأة بتغيري رأيك وبترجعي. انت شو اللي سويته مراد؟ انت ما عم تفهمي علي شو عم بقول؟ سؤالي بسيط وواضح، انت شو الك شغل هون؟ انت شو الك شغل مع جودي؟ جودي مين وشغل شو؟ مراد اوعك تلعب معي، استغبيتني لدرجة كبيرة. بدك تجاوبني هلا، انت بعتتنا برات البلد مشان تبقى مع جودي؟ لك هدى انت شو عم تحكي؟ حتى مرحبا ما في بيناتنا. طيب فيك تقلي شو هاي؟ هاد بياع الورد واحد كذاب،
يعني لمين بده يبعت الورد لمعلم ميماتي؟ ايه وشو عرفنا؟ بيجوز لمعلم رافائلو شي وحدة. هلأ المعلم ميماتي بده يبعت ورد لمرة؟ أكيد هي لعبة من بيع الورد مثل عادته. أنا حاسس إنه في شي تاني. عمران ليكون أنت اللي عامله وعطيهن اسم لمعلم ميماتي. إذا بدي أعطيهن اسم حدا فبعطيهن اسم المعلم مراد، وأكيد ما رح يدققوا بالفواتير. بعدين هو إله بالعادة يبعت ورد للنسوان. إيه؟ وبلكي المعلم طلب أكلي الورد اللي يبعته على جنازة، ليش أنت مصر إنها تكون مرة؟ ميماتي باش وورد. إيه ما عم تركب بعقلي بنوب. حبيبي يسلم ايديك على هالوردات. شو عجبوكي؟ عجبوني وبس. انت ذوقك بجنن. طبعا لازم يكون بجنن ولا بلا. اما هلا بدنا نتعشى انا وحبيبي ميماتي برا باحلى مطعم بالبلد. برايي انه الحلوه تحضر العشاء هون منشان نبقى لحالنا. مثل ما بدك حبيبي. هدول إلك. هدول كتير حلوين. يسلموا ايديك حبيبي. ولو ما لقيمة ذهب ابيض ولولو. ليش على طول بحسك خايف؟ شو هالحكي الفاضي؟ انا قصدي بالتعبير عن مشاعرك الي. لا بس انا صار لي فترة متضايق شوي. انت رجال كتير ظريف. أنا؟ وهذا الشيء واضح، وإلا ليش جبت الورد والهدية؟ من شان تنبسطي. مع إنه لهلا ما بعرف ليش النسوان تنبسط من هيك شغلات. إذا حدا قدم لك هدية ما بتفرح؟ ومين بده يهديني؟ إذا في حدا ممكن يهديني عن جد فهي الهدية بدها تكلفه كتير. مين اللي بعت لك اياها؟ ومنين انا بدي اعرف؟ بعدين هلا مو مهم مين. مهم. مزبطة على الفوتوشوب. هذا اللي طلع معك فوتو مونتاج وخلاص؟ انت اتهمت جودي بقتل عمي وقلت لازم تراقبها وانك خايف على حياتنا وخططت لسفرنا لبرا ليفضالك الجو وبعد هلا حسوا لا خبر. مراد انا حبيتك من كل قلبي. وانا برفض هيك حب يا هدى. برفض حبيبي بتتهمني بكل هالقسوه. صحيح انا اهملت شوي بس المصايب اجتني كلها مع بعضها. هلا ما راح احكي شيء وفيني جاوبك على سؤالك بكل بساطه. منتصل بجودي. الله شو في؟ شو صاير؟ علي ما عم صدق انك هون. علي شو في؟ شلون بتسوي معي هيك يا جودي؟ ايه
بس هذا كذب. ولا ما عاد تتحمل تسبيك ابدا. مليت منك، برفت من الاعيبك، خسارتك. طالما مو مصدقني خلينا نتطلق ونخلص. بتذكر هذا البيت، بس مين اللي صور وحط مراد بالصورة؟ مصدقك حبيبك عم يتصل. علي هاي مؤامرة ولازم تصدقني. خلص بقى بكفي كذب. علي الله يخليك لا تعمل هيك. حبيتك من قلبي، ليش خنيني؟ ليش؟ علي انت ما بتعملها. الو سيد سلجوق، معك مراد. يا خسارة أعطيتك كل ثقتي. سيد سلجوق في مؤامرة وسخة، أنا مالي أي علاقة بجودي. ما عاد في جودي ولا سلجوق. محمود روح على بيت سلجوق واتصل بالاسعاف خلي يروحوا لهنيك بسرعة، وضعنا كتير خطير. ما عاد ايدك هيك، انت السبب بكل شيء. هدى اذا سمحتي خليكي هون، رايح شوف شو صار. لا انا بدي اروح كمان. لازم تكون الجنازه فخمه وبتليه بفخامه الرئيس، تنتبهوا لادق التفاصيل. تامر. حاضر سيدي. بعد اذنك فيني اخذ من وقتك شوي جنكيز؟ تفضل البير. تفضل. ورال حاكي عنك. شو حكى؟ قبل ما يموت ورال قال عنك خايف، وانك سربت معلومات الحقان عن خط سير الرئيس ومراد. حتى وهو عم يموت كان سافل وسخ. هذا اللي صار يا جنكيز. واكيد مراد مو مصدق هذا الحكي، مو هيك البير؟ انا وصلت له قديش الرئيس بيحبك وبيثق فيك. كنت بعتبره مثل ابي البير. لسه جنازته عم تتحضر، وبس تصير رح تنحط النقط على الحروف. أول شي بدي أعمله معرفة القاتل، وبعدين الكل رح يعرف مين هو جنكيز يلي عم ينحكى عنه هيك. أنا ماني مضطر دافع عن نفسي. معلم يمكن بياع الورد عم ينصب علينا. ليش؟ شو في؟
عم بيقول انك باعت ورد لحدا. ما صدقته، راجعت الفاتورة منيح وقلت له المعلم يا ماتي ما نفاضي لهيك شغلات ابدا. كلامك مزبوط. معلم قال محمود اكيد المعلم يا ماتي باعت اكليل الورد عشي جنازة. فرجيني الفاتورة لشوف. في اكليل ورد بهالمبلغ عمران؟ معلم بيجوز لانه اليوم عيد، فيلي بياخد ورد حتى لمريض في له حسم. حاجة لد. وين المعلم؟ اجت لعنده هدى وطلعوا سوا. بس هدى كانت عم تبكي. شو اللي رجعها على تركيا؟ والله ما بعرف، بس يعني بيجوز اجت مش عن عيد الحب. هلا فهمت، بيجوز المعلم قال انه ما بيهتم بهيك مناسبات. لهيك طلعت البنت عم تبكي. بس ليش طلع المعلم ومحمود مع بعض؟ ما فهمت. انت ما انك حابب حدا بهالفترة ولا؟ مو ضروري معلم. زبط لسانك واهتم بشكلك شوي. بتروح بتعفسه لبياع الورد؟ لك الغبي شلون بيعطي اسمي؟ بعدين في بوكيه بهيك مبلغ؟ هاي سرقة. لك هاد مع مين مفكر حاله عم يلعب؟ ماشي كاظم، ما بدنا فاتورة المشفى كبيرة، بس شوية تكسير عطام بس. حاضر. مشفى رايحين على مشفى تركي ويك. معلم رحنا على المطعم اللي قلت لنا عليه وعلى الطاوله اللي وصفت لنا اياها بالضبط. على الطاوله ما في غير ورده حمراء وحده بس، حجزت لكم اياها لشخصين. بدي اياك تنتبه اليوم، ما بدي اي مصيبه لا الصبح ولا المساء. لا تشيل هم معلم، وبما انه اليوم عيد الحب انا بدرت بشغله، في عازف كمان حيوقف ورا طاولتكم مباشرة لآخر السهرة، رح يعزف لكم أغاني الحب. بس أنا ما بحب المبالغة بهيك قصص. اسمع مني تركي بيك، هيك شغلات دائما بتكون نتائجها حلوة وظريفة. طيب رح جرب هالمرة. شو صار بمناوبتها لأوسو؟ ما حيكون عندها شيء أبدا، حكيت مع كل قرايبينا ورفقاتها، ما حدا رح يحكي أو يتصل معها أبدا، وخصوصي بين السبعة واثناش. لك ليك شو هيك بتعمل؟ انت هيك خليت الكل يعرف وضعي معي يا حسني. اعطيني محرمة معطرة من عندك. عم بمزح معك تركي بيك، معقول ساوي هيك؟ شو هالمزح التقيل هذا؟ اعطيني محرمة من عندك وخلصني. كيفكم؟ اهلا وسهلا. تركي بيك عم بيدور على محارم معطرة، بظن انه معك منهم، يا ريت تعطيه منديل. انا رح وقف عند الباب. هالزلمة غريب. هو فعلا هيك ومسحه كتير تقيل. بعرف، ما هو اتصل بكل عيلتي. شو؟ اخ من جنس النسوان، العمى شو بيحبوا يتدللوا. صدقيني هي مجرد صدفة او سخانهم، اصلا ما كان في موعد عشاء بيناتنا خاصة ب 14 شباط. اصلا هيك اعياد ما بآمن فيها وبحسها سطحية كتير. انا ما حاكذب عليك، بآمن. شو اللي بيخليك تآمن؟ لاني ما احتفلت بعيد الحب بحياتي. بس نحن مو عشاق سيد تركي. بس ممكن نصير، طبعا اذا ما صار شي زلزال أو شعلت شي حريقة أو حدا توقف أو حدا مات أو حدا تقوس.
كنت ما ناوي رد على حدا، بس هذا مراد. لا تقلقي ابدا، هو بالنيابة اكيد بخير، والا ما كان قدر يتصل من موبايله، مو هيك؟ الموبايل لسه عم بيرن سيد تركي. عفوا عفوا. الو تركي بيك، انت وينك؟ انا بالمشفى. منيح، خليك عندك، بعتي لي عندكم جودي، وضع خطير كتير، بذلوا جهدكم، ما بدي اياها تموت. ان شاء الله خير معلم. صبية بعمرها حرام تموت بعيد الحب. تركي بيك، رح ابعت معها حراسة منيحة، ديروا بالكم. حاضر معلم، بس يا ريت الشباب حرسوا الوضع قبل ما تصير هيك حادثة. تركي صاير معك شي؟ تعبان يا معلم، والله تعبان كتير. أنا شو ساوي بحالي؟ أنا ما كنت مفكر أطلع بالجنازة معلم داود، بس إذا حابب بطلع طبعا. برأيي ضروري تطلع. بتأمر معلم، نلتقي بالجامع ولا منطلع سوا؟ شوفك هونيك. ماشي معلم. معلم، لشوي وصلتني إخبارية إنه سلجوق طوروس انتحر. وين؟ برا البلد؟ لا معلم، هون باسطنبول. قوص مرته بالأول وبعدين انتحر. والسبب؟ حسب آخر معلومات وصلت، مرته لسلجوق عم تخونه مع مراد علمدار، وفي مين بعت لسلجوق صورة فيها مرته مع مراد علمدار. جودي؟ قصدي مرته لسلجوق عايشة؟ وضعها حرج، بس لسه في أمل. عم فكر ننشر الخبر بصفحة الحوادث. لا بينزعج المعلم داود، بعدين الخبر رح يكون صغير واحتمال ما حدا يقراه أو ينتبه له أصلا. ليش معلم؟ لا تسأل كثير يا رئيس التحرير، فيك تروح. اضرب ابر اذا بتحب. الشغلة الوحيدة الحلوة بمرض السكري انه بيخليك تعرف شلون تعيش لحالك يا حقان. تضرب ابرك لحالك بهالطريقة، ما بتحتاج مساعدة اي شخص تاني مين ما كان. بعدين أنا ما بحب حدا يلمسني أبدا يا حقان. معلم، وصل السيد جنكيز. يتفضل. أهلين حبيبي جنكيز، تعال. سيدي أنتوا طلبتوني. تفضل. سمعت انه اجى لعندك ألبير يا جنكيز. صحيح معلم، وراح احكي لكم كل التفاصيل. وورال قبل ما يموت عاطي اسمي. ألبير بيحبك كتير، والمرحوم الرئيس كمان كان يحبك كتير، بس انا بحبك اكتر شي يا جنكيز. ليش؟ انت بتعرف ليش. بشكرك كتير يا معلم، بس ليش؟ لأنه أنت مخلص كتير لإلي. على طول سيدي. جنكيز، وصلك شي خبر من عند الكبارية؟ أبدا سيدي. بيصلك اليوم، بيصلك. بعد كل الفرقة الخاصة على الجنازة، الكبارية رح يعملوا اتصالاتهم بمراد علمدار بأي طريقة من الطرق. بدي اياك تتركهم
يصوروا كل تفاصيل الجنازة وبشكل خاص الدائرة اللي عم بتحيط بمراد. ماشي؟ وإذا حدا لفت انتباهكم بلغوا حقان مباشرة. مفهوم يا جنكيز؟ مثل ما بتأمروا سيدي. فيك تروح جنكيز. احتراماتي. انتبهوا ما تاخذوا الزلمة من جوات الجامع يا حقان، لأنه عقلية هدول الكبارية صعبة كتير، لأنهم بيضلهم حاملين أسلحتهم معهم احتياطا بحال إذا انمسكوا فجأة. انتبه منيح وبلا ما تموت. يسلموا ايديك. مخنوق، ما لي اي علاقة باللي صار. في حدا عامل هاي المؤامرة ونجح فيها يا هدى. طيب مين مراد؟ مين بيكرهنا لهالدرجة؟ صدقيني ما بعرف، بجوز حدا قريب أو ما منعرفه. إذا عاشت جودي أكيد رح نعرف. طيب أنا شو بدي ساوي هلأ؟ ما بعرف. طبعا ما عاد إلي أي أهمية عندك. بتهتم برجالك أكتر مني بمليون مرة، أو حتى أي حدا بيمرق هلأ بالشارع. هدى شو صاير لك؟ شوف شلون عم تطلع بساعتك كل شوي. الحقيقة ما عاد يهمني إذا كان في بينك وبين جودي علاقة أو لا. كل شي شايفته ما عاد إلي أهمية أبدا. ممكن نأجل الحكي لبعدين؟ في جنازة وضروري اطلع فيها، جنازة واحد بحبه كتير، وفوقها موت عمك كمان. أنا مخنوق، بترجاكي أدري شوي. هدى أنا وصيت الشباب رح يضلوا حواليكي. كل شي بدي إياه منك إنك ما تطلعي لأي محل، لا تقابلي حدا مين ما كان، ورح كون ممنونك كتير يا هدى. فيك تروح وتاخذ كل زلمك معك، ما بدي منك شيء ابدا. اياد بديك تضل هون، فتح عيونك منيح. هدى متضايقه شوي، تحملها. بامرك معلم. Thank you.
موجودة يا حبيب. بس هلأ هو دخانه ما فيها تشوف حدا. هيك لكان. يا الله. طيب إلا أنه إجا فؤاد بعد إذنك، وإلا أنه زعلان منك. طيب من هلأ بعدين برجع وبحكي معه على التليفون. شكرا لك. ومين سمح لك أنك تقول لضيوفي إني معي موجودة؟ هيك أمر المعلم. أنا قلت لمعلمك ما بدي حدا. إذا بتريد تفضل روح. اهدي شوي هدى، الشاب ما حكى شي. بعدين هدى، ما بدي تنخلق حزازات بيني وبين مراد على مدار. تفضل اطلع لبرا لو سمحت. مرحبا معلم. هدى طلبت مني اني روح. بسلامة عمرك يا هدى. أنا كتير تعبانة فؤاد. طولي بالك شوي، هاي الظروف كلها حتنتهي. طيب معلم رح أطلع. خلص ولا يهمك. روقي. خلص روقي. ممتاز، هلأ صار فيك تحركهم. حلو كتير دكتور ممتاز. كرم عزت عقد ما أكل ضرب على راسه وبيكون نسي المشي. معقول يزحف من أول وجديد مثل الأولاد؟ ضغط لشوف. ولك أنا بحياتي ما زحفت. أول ما ولدت رفعت أمي تفاحة بإيدها، أمي ركضت وجبتها. معقول هالحكي؟ إذا ما كان لك أسنان شو بدك تعمل بالتفاحة؟ لا تدقق على حكيه، عزت معروف قديش بكش. إيه دايما نص حكيه كذب. شو لا؟ دكتور كرم بس اطلع من هون ألبومك مني، كل أصحاب البارات رفقاتي، وبعرف كل المنتجين، واللي بدنا اياه بنعمله بالتلفزيون. مديره العام رفيقنا للعظم. شو عم تحكي عن جد عزت؟ طبعا أنا ما بتحمل مزح بهيك موضوع. حلمي الوحيد بهالدنيا إنه توصل ألحاني لكل الناس، يعني للعالم كله. بس نحن لهلأ ما سمعنا ألحانك. معناتها أول شي بدي ساوي حفلة خاصة لكم، شو رأيكم؟ عندك شيء مساء؟ اليوم بالذات ما بيمشي الحال. شو عمران؟ اليوم عيد الحب، أخي أنا اليوم بدي أسمع. حاجتك حكي فاضي عزات. اليوم عندي اجتماع مهم كتير ومتفقين عليه من زمان. اوعك تنسى تعمل التمارين اللي قلت لك عليها. أهم شي بالمعالجة إنك تلتزم بخطواتها. أوف، خلاص دكتور، لا تصعبها كتير. أنا بدي أعمل لك ألبوم وأنت مدري شبك. التغت السهرة، صار ظرف طارئ. انبسطت سيد عزات؟ شيتين اللي شلون فينا نعرف إنه هاي البضاعة نخب أول؟ الرئيس قال إنه اللي عمله أهم واحد بالدنيا. شيتين لا تحكي مثل الناس الهبلان، هي بضاعة خاصة لأوروبا، هون أي شيء بيمشي، حتى لو كان طبشور مطحون، المدمن هون بيعبوا راسه لو بشوية تراب. لا يا معلم شو عم تحكي؟ حتى لو ما بنتعاطى بنعرف أصول المصلحة. جايب معي واحد مدمن. برافو تشيتين. راح جيب لك شكر خاص من الرئيس أنا شخصياً صدقني. يسلم معلم. خليه يجي. أمرك معلم. أوف. فوت. مرحبا. لا تفتح تمك اذا ما سالتك ولاك. من كم سنه تتعاطى البودره؟ من 6 سنين. شيتين هيك شكيلات ما بتزبط معي. هذا من افرازات الامبرياليه، ما بيمتلك الوعي المطلوب، ما بيشوف ابعد من انفه، هو عباره عن ضحيه صغيره واداه استخدمتها الامبرياليه لتنفيذ اهدافها. شو معلم؟ بتحب نخلص عليه؟ شو عم تحكي له؟ بالنتيجه بيضل واحد من ناسنا المظالم والمساكين. معلم بس بدي شوي، رح اموت يا معلم. دوق. خود تسمم. العالم بتستخدم هي المعلقة للشوربة، وهذا للمخدرات. الله يلعنه للنظام الرأسمالي البرجوازي. Thank you.
أنا بعتذر منك كتير أوسو خانم. لا تهتم أبدا سيد تركي، أنا رح ضل جنب المريضة. طيب فهمنا أنه انتحار، بس أنه يقوس حبيبته بعيد الحب. يا والله هي ما أنا عمليه.